كبسه النهارده نعملها، هنعملها النهارده بالسوسيس، فاصوليا حمراء، رز بسمتي، صدور فراخ، سوسيس، بطاطس، بصل، ثوم، قرفه مطحونه، قرنفل حبان، لومي، مرق، زيت او سمنه، كزبره خضراء، ملح وفلفل، كمون، بهارات. طيب ادي السمنه، ثوم، ونصلي على الحبيب. انا عندي حبه بطاطس اهم، بصلي على النبي يا باشا، حبه قرفه، توابل، كمون، حبهان، مكعب مرق، قرنفل، ادي الفراخ بتاعتي اهي، ادينا قرفه خشب اهم، وادي السوسيس. عود الرزماري ده بيعمل له طعم في الاكل، بحطه بالحطب بتاعه كده. ادي شويه صلصه. بعمل ايه بقى يا سيدي؟ سلطان بيبر، دي البطاطس بتاعتي طلعت اهي، بس هعمل فيها ايه؟ بحط عليها الفاصوليا بتاعتنا دي كده، وادي شويه الكزبره الخضراء، دي مش هعملها دلوقتي، بس اهم حاجه الهوت ووتر اهو، انزلي بالميه وما تخافيش. ادي الرز البسمتي بتاعي اهو كده، لسه سام هوت ووتر، ما تخافيش من الرز، اديله اللي هواكي فيه. نقلبها تقريبا كده وانزل البطاطس والفاصوليا عشان ما تتهريش مني، هي تاخد تقليبه واحده ونوطي النار عليها.